ونعود لموضوعنا المهم جدا، يختلف الأهالي في طريقة تربية أبنائهم، والاختلاف قد يكون حتى بين الوالدين. فبعضهم يجد التدخل في كل مشكلة أو قضية الوسيلة الأنسب لتعليم الأطفال، والبعض الآخر يتركهم ليخطئوا ويتعلموا بطريقتهم، أو تعلمهم الحياة كما يقال. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور أيوب خالد الأيوب، المحاضر التربوي والقانوني وخبير التنمية البشرية. أهلا وسهلا بك معنا اليوم. صباح الخير. خلينا في البداية نسأل، هل فعلا ممكن نربي أولادنا وندربهم، ولا في النهاية كل واحد يتعلم من أخطائه؟ يعني أول شيء صباح الخير. أنا أعتقد في جيل اليوم والله يبدو أن أولادنا يربوننا، لكن لو حبينا نواصل في هذا الموضوع ممكن احنا اليوم في مساحة كبيرة نقدر نساعد اولادنا، نقدر نبين لهم، نقدر نشرح لهم. وفي مساحات الصراحة اليوم يعني دورنا كآباء وكأمهات اصبح محدود شوية في عالم الديجيتال، عالم الرقميات اللي يربون ويانا اليوم تربية يومية لتويتر والواتساب والانستغرام والاخر، يربون معانا يوميا. نعم، بس دكتور أنا من الناس اللي يعني اضطريت أتعلم من أغلاطي، يعني كل مرة أغلط في موضوع وأتذكر أنه أهلي حذروني منه، يعني أنا من هالشخصيات، عندي عند غير طبيعي، ما أعرف ليش، مش عارفة إذا في ناس زيي، أكيد في. فهنا يعني كيف تتصرف مع هذا الطفل العنيد؟ لا هو أنا بفرق بين شيئين، العناد حاجة والتربية أوسع من العناد. العناد عادة أنا لما يجيني أي شخص يقول عندي طفل عنيد أقول له أنت اللي تحتاج يعني إلى تدريب وإلى تربية مرة ثانية. ما يطلع طفل عنيد هكذا إلا إذا أهله علموه أنهم لما يطلبون منه طلب أو يوجهونه يرفض، إذا لاحظ الطفل أنه إذا رفض وأصر على رفضه الوالدين يتنازلون، خلاص أعطوه فرصة، ترى إذا تبي تحصل على أي حاجة يصير عنيد. جميل دكتور، يعني بسألك، ما مدى أهمية معرفة الآباء بشخصيات أو باختلاف الشخصيات بين طفل وطفل؟ يعني شفت لك في أحد المحاضرات شخص يعني شخصيتين، هذا الشخصية يتعامل بالطريقة هذه لازم، وهذا الشخصية لازم تعامله بهذه الطريقة بطريقة مختلفة. قديش مهم أنه الوالدين يكون عارفين أنه شخصية ولدهم مثلا لازم تجيله بالطريقة الهينة الجميلة الكلام اللطيف، هذا الطفل لازم تكون حازم معه. والله أنا لو كان قرار في دي لو وضعت نص في الدستور في أي دولة إن لابد إن الوالدين يتعلمون أنماط الشخصية وبعدين وراهم الأبناء. هذه الناحية ما لها علاقة في ثقافة أي دولة ولا في المعتقد ولا في الدين ولا في المذهب، هذه أنماط ما لها علاقة بالفكر كفكر نفسه. يعني مثال، لما الطفل يكون هو تعبيري اللي هم يحبون الحركة ويضحك ونكت ومقالب ويمزح، هذا الشخص هذا الطفل يحب المدح، فالوالدين المفروض إذا بقوا منا حاجة يكثفون جانب المدح، يعطونه شخصية أكثر، يعلقون صورته في الصالة، الوالدة مثلا تحط صورته معاه في المحفظة لأن يحب التميز. نعم. إذا الطفل كان طبيعته اللي هو الهادي المنجز دقيق في المواعيد يسمونه درايفر العملي، هذا الشخص ما يبي كثرة المدح، هذا يبي الوفاء بالمواعيد. قال له والدة الساعة 5 وصلك، 5 إلى 4 هو جاهز. بس دكتور قال لوالده إن شاء الله بعد أسبوعين نصبغ غرفتك. أيوة. نصبغ غرفته. أنت تشوف الطفل يولد بهذه الشخصية ولا الأهل هم اللي يقولوا بالشخصية، هم اللي يغيروها يخلقوها؟ لأنه في أطفال كمان على مر، في بعض الأطفال تبقى نفس الشخصية من هو صغير حتى يكبر، والبعض الآخر لا تتغير، فأيهم الأصح؟ والله طبعا هذا مسألة محل يعني خلاف أكاديمي على النسبة، هو في نسبة معينة بسيطة يولد فيها الإنسان عند بعض الأطباع، بس أغلب الأشياء هي تربية، هي بيئة. ولذلك دائما الشريعة الإسلامية هي بالأخير جاية تربينا، ولو تركنا الموضوع لموضوع الجينات مثل ما يقول دكتور إبراهيم الخليفي الخبير المعروف، هذا يصير واحد يقول خلاص عاد أنا ما أحتاج أحد يربيني، أنا ترى جاي من المصنع، أنا شد بلادي، يعني لا تعلموني ترى هذا الجين رقم 5. صحيح. خطر موضوع الجينات، هذا خطر، يخلي
خلي ما في مجال للتربيه. يمكن على الموضوع هذا اللي قلته ذكرتني بابن اخوي مره، يعني تقريبا عمره سنتين او يعني 3 سنين تقريبا، وتو بدا يتكلم، فابوه وعده في يوم يوم الخميس مثلا بجيب لك كذا، ونسى الاب طبعا ورجع قام قال له انت ما وعدتني في اليوم الفلاني انك بتجيب لي المدري ايش اليوم وينه يعني. فسبحان الله، يمكن لما قلت موضوع الدقه طبعا. انا السؤال اللي بسالك يا دكتور، متى الوالدين ممكن يرفعوا يدهم عن ابنهم خلاص ولو جزئيا، يعني يرفعوا يدهم يقول لك خلاص هو يعني انا اترك سلمت حياته له؟ والله يا جماعه مو الصراحه التربيه صعبه ومن الصغر، يعني مثال اذا اردت ان ترفع ايدك عن التدخل زياده ابدا بدري، ابدا مبكر، فتيجي مع الولد تعلمه وهو صغير، حتى على اتخاذ القرار، حتى في طلب الشوكولات. بعض الاطفال لما يروح مع والده السوق ويقول حق والده ابي شوكولات، بعض الاباء يختار الشوكولات حق والده. انا لو قال لي ابني ابي شوكولات اقول له اخذ اللي تحب، قال لي لا انت اختار لي، اقول له حاضر من عيوني، هذا على الفستق وهذا في كريم وهذا في حليب، على اساس اعطيه اسس اتخاذ القرار. القرار قائم على الاختيار. صح. فاذا احنا ربينا عيالنا نبدي شوي شوي، كل ما كبر حبتين نوخر شويه الى ان تجي مرحله نقول له عاد الحين مع السلامه توكل على الله. يلا توكل على الله. هو يا ريت لو كل طفل يجي ومعاه كذا مانيوال زي اللي يجي مع التلفزيون وكذا عشان تكون التربيه اسهل. بس عموما خلينا اسالك على كمان موضوع خاوي ابنك. ايش هو الخط الفاصل بين انك تخاوي ابنك او بنتك وتكون انت يعني محل ثقه وزي صديق تعاملهم كصديق، و يعني بشكل ما ياثر على دورك كاب او ام؟ اي بالضبط، هو انا بنفرق بين شيئين. النقطة الأولى موضوع الحب شيء رئيسي جدا في العلاقة بين الأب والأب أو الأم والأبناء. الحب شيء رئيسي، لكن الحب ما يكفي، لأن الحب إذا أطلق هكذا لا أنا أتكلم عن الصداقة. تف لف. أيوة الحب كلنا نحبه بالضبط، كله يحب أولاده. اي الصداقة جزء منها الحب، يعني أنا عشان أصادق ابني لازم يعرف إن أنا أحبه، عشان أحبه عشان يتقبلني كصديق. ما في صداقة ما تقوم على الحب، صداقة ما تقوم على المصالح في الدرجة الأولى. فلما okay. أول شيء الحب، الآن لما أصادقه في مجموعة قيم لازم تكون هذا الخط الأحمر بيني وبينه، تلزمني وتلزمه، يعني الصدق، الأمانة، النزاهة، هذا ملزمة لي ولا. اللي بعدها في هوايات، في أنماط، في أطباع، في مساحة الأذواق، وكثير من الأطباع لازم أخلي ابني لاستقلاليته. يعني مثال، انا احد ابنائي طبيعته رسمي، طبيعته انا طبيعتي مرح، احب الضحك واحب الطرائف والمقالب. لما اكلم ابني الى اليوم لما اكلم ابني والله يا جماعه ما ابدي معاه مزحه، هذا ابدي معاه يا هلا يبا شلونك طيب ماذا عن كذا كذا كذا. بس في ابن اخر عندي يحب المزاح والضحك. كيف تكلمه بالضحك؟ يعني والله صراحه جميل. لا لا ما راح اقول كذي يعني انا جميل دكتور. طيب الان يمكن في ناس كثير يسمعونك ماشيين على مبدا انه انا تربيت بهذه الطريقه وولدي راح يتربى على نفس هذه الطريقه، انا انضربت وقت جدول الضرب لازم اضرب ولدي على جدول الضرب. لا والله مو صح، والله مو صح يا جماعه. احنا يعني اقول شيء يا جماعه، انا تربيت، انا والدي بيني وبين الله يرحمه 57 سنه، لو عدلت قطرتي مرتين وانا مثلا اتكلم يقول لي والدي الله يرحمه يا حلو البنات اللي يتعدلون يا زين البنات. انا مو معقول اليوم الصراحه، مو معقول انا اليوم ابني اليوم يعدل قطرته مرتين اقول له انا يا سلام على البنات. انا اليوم انا اساعد ابني على تعديل قطرته. انا كنت في جيلي لما احط ايدي في الغداء ومعي والدي الله يرحمه وانا في الابتدائي اللحم حار، فلما حط ايدي انا مره قلت اح، نفس قال لي ابوي يا زين البنات اللي يقولون اح يا حلوهم البنات. في شيء من تربيه اهلك لازم نشوي ساكتين بشكل سريع، في شيء من تربيه اهلك اكيد ما راح تكررها مع اولادك، مش عشان خطا في كيف هم ربونا طبعًا. بس انه عشان اختلاف الاجيال طبعا. اي بالضبط، في ثقافه في وقت كانت في الكويت، اليوم الثقافه هذه مختلفه، يعني مثل ما احنا كنا اول الشارع له دور كبير في تربيتنا اضافه للاهل، اليوم مو الشارع، اليوم جميل. عالم الرقم الديجيتال هذا اليوم داخل معانا يوميا، داخل معانا الى غرفه عيالنا. وتبون الصراحه يا جماعه الصراحه كحديث الاباء والامهات، هذا الايفون ولا هو اي وسائل التواصل الصراحه ألطف من الوالدين، ويضحكون وفي افلام والله في وناسه على الاقل
صحيح صحيح دكتور. صراحة صراحة صحيح دكتور. كل واحد يفتح حساب فيسبوك وتويتر ويتواصل مع أولاده على الواتساب كمان أفضل. طبعا احنا نشكرك جدا دكتور عشانك معنا. كان معنا من الكويت الدكتور أيوب خالد الأيوب المحاضر التربوي والقانوني وخبير التنمية البشرية. نلتقي على خير بإذن الله في حلقات قادمة. أكيد.